كل مستجدات عالم التكنولوجيا والاتصالات معكم كل أسبوع في تكنونايل. أهلا بكم في هذه الحلقة. معنا العديد من الموضوعات التكنولوجية، ولكن موضوعنا الرئيسي يتحدث عن تطبيق مصري ذكي يحافظ على اللياقة الصحية والبدنية. سنتعرف على تفاصيل هذا التطبيق من خلال حوار رئيسي اليوم في هذه الحلقة، لكن دعونا أولا نبدأ بآخر أخبار عالم التكنولوجيا في أسبوع في هذا التقرير من إعداد أحمد صبيح. وصلت مركبة بوينغ الجديدة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من رحلتها التجريبية المدارية غير المأهولة، مما يسمح لرواد الفضاء بالمرور إلى المركبة والوصول إلى 800 رطل من البضائع وإمدادات الطاقم بالداخل. ويوجد داخل مركبة ستارلاينر جهاز اختبار في مقعد القائد يعرف باسم روزي ذا روكستير، وتجمع روزي بيانات عن الظروف داخل الكبسولة أثناء مهمتها. واستلهمت روزي من الملصقات الشهيرة للحرب العالمية الثانية. ويعني إرساء ستارلاينر أن المحطة الفضائية تستضيف مجموعة متنوعة غير عادية من المركبات الفضائية، حيث يوجد حاليا 6 سفن ملحقة بمحطة الفضاء الدولية من 5 أنواع مختلفة. ابتكرت إحدى الشركات أول جهاز واقع افتراضي يحقق تصنيف الحماية ضد الانفجار، حيث تهدف الشركة إلى إحداث تحول تكنولوجي في الصناعة وإنتاج جيل من العمال الفائقين. الجهاز عبارة عن عصبة رأس صناعية مضادة للانفجار تم تضمينها بالإضافة إلى تكامل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز مع وحدة 5G لضمان المعالجة السريعة وتخزين المعلومات في الوقت الفعلي ونقلها. وتم تجهيز عصبة الرأس أيضا بشاشة عرض بمجال رؤية 40 درجة أمام العين مباشرة، وتحتوي على كاميرا متحركة موضوعة في الأعلى مباشرة. وتزود نظارة الواقع الافتراضي خوذات الأمان وقبعات الصلبة بتكنولوجيا يمكن أن تسهل عمليات التفتيش والتعاون عن بعد والتدريب والعمليات اليومية التي يقوم بها العمال. طور فريق من العلماء أول سائل صمغي يزيح سوائل الجسم المحيطة بالجرح، ما يسمح بالتئام وشفاء الأنسجة المصابة بشكل شبه فوري. فغالبا ما تفشل المواد اللاصقة للأنسجة المستخدمة حاليا كغراء الفبرين وما شابه في إزاحة السوائل حول الإصابة، وهذا الفشل يعني أن المواد اللاصقة للأنسجة الحالية لا تلتصق أبدا بقوة بالجرح، وغالبا ما تنفصل في غضون ساعة أو ساعتين. ويعد انجراف الأنسجة اللاصقة وانفصالها من المشكلات الرئيسية للممارسين الطبيين، وقد تكون قاتلة لبعض المرضى خاصة عندما يحدث الانفصال في الأعضاء الحيوية مثل الرئتين والكبد والقلب. ونظرا لأن الغراء الحيوي الجديد يشكل رابطة قوية مع الأنسجة المجاورة، فإنه يقضي فعليا على الانفصال. أطلق محرك البحث العملاق جوجل خدمة جديدة ستساعد الأشخاص على الاستعداد لمقابلات العمل، حيث تحمل الخدمة اسم انترفيو وارم أب. وتستخدم شركة التكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمساعدة المتقدمين في الاتجاه الصحيح حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة. وتدعو الأداة المرشحين إلى زيادة مهاراتهم واكتساب الثقة من خلال الحصول على رؤى حول الأسئلة المتعلقة بالوظيفة وإجاباتها. وقد تم تصميم الأداة في الأصل لمساعدة جوجل في التعلم، وهي الآن مفتوحة لأي شخص يبحث عن وظيفة. بمجرد النقر فوق الزر
بدء التدريب على الموقع سان كلك إلى صفحة جديدة بها حقول وظيفية مختلفة، وعند اختيارك مجالا ستحصل على خيار الإجابة على 5 أسئلة مقابلة، وبمجرد الانتهاء ستتمكن من مراجعة إجاباتك واكتشاف الأفكار. تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة لرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center، وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق، بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبع الماضية. كما ستمنح الميزة الجديدة الأهل القدرة على مساعدة أبنائهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات إذا لزم الأمر. وروج إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة سناب للميزة لأول مرة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأوضح أنها تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو التطبيق. قالت السلطات الأمريكية في واشنطن إنها رفعت دعوى قضائية ضد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز لدوره المزعوم في قضية اختراق البيانات، والتي سمحت لشركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا باستهداف مستخدمي فيسبوك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المدعي العام لواشنطن العاصمة كارل راسن قوله في بيان إن تحقيقا شاملا كشف عن أن زوكربيرغ ساهم في تراخي رقابة على بيانات المستخدمين وإنشاء اتفاقات خصوصية مضللة أسفرت عن وصول شركة كامبريدج أناليتيكا وأطراف ثالثة على معلومات خاصة عن 87 مليون أمريكي. أهلا بكم مرة تانية، ويمكن شفنا في التقرير اللي فات مجموعة من الأخبار، هنحلل بعض هذه الأخبار، منها الخبر اللي تابعناه في التقرير عن رفع السلطات الأمريكية في واشنطن دعوى قضائية ضد مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا بلاتفورمز في قضية اختراق بيانات المستخدمين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016. ومعنا موضوع آخر أيضا، لكن خلونا نبدأ بالموضوع الأول، وهو هذا الموضوع مع مداخلة مع مهندس عمر سامي خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات. أهلا بك باشمهندس. أهلا بالسادة المشاهدين. يعني في البداية، إزاي تابعت هذه الفضيحة لفيسبوك والحقيقة اللي هي يعني يمكن تكون صادمة وبتبين الوجه الآخر لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، الوجه السلبي اللي يمكن ما كناش نعرف عنه حاجة أو كان بيتم في الخفاء؟ الحقيقة القضية اللي احنا بنتكلم عليها هي قضية الشركة البريطانية كامبريدج أناليتيكا. تمام. دي الحقيقة من أخطر القضايا اللي واجهت البشرية وليس عالم تكنولوجيا المعلومات فقط، لأن هذه الشركة كانت بتستخدم أدوات بيسموها الأسلحة الثقافية. الهدف منها هو تغيير المجتمعات، وعن طريق تغيير المجتمعات بيقدروا يغيروا في السياسة والعملية الديمقراطية في الانتخابات، وممكن إن هي تؤدي إلى تفكيك المجتمعات وعملية الاستقطاب. ودي الحقيقة ظهرت بشكل كبير جدا في الانتخابات الأمريكية 2016 اللي كان فيها الرئيس الأمريكي ترامب، وشفنا إزاي هذه العملية أدت إلى استقطاب في المجتمع الأمريكي. ليس فقط المجتمع الأمريكي، وإنما مثل هذه الأسلحة تستخدم في مختلف المجتمعات، وجايز إن هي استهدفت أجزاء كبيرة من وطننا العربي وعملية تفكيك المجتمعات العربية في
في العشر سنوات الماضيه كانت بسبب مثل هذه الاسلحه. تمام. طيب طيب باشمهندس عمر، يعني سؤال اخر بيطرح نفسه، هو ايه مصلحه مارك زوكربيرج في ان هو يساعد هذه الشركه من خلال ان هو يساهم في تراخي الرقابه على بيانات المستخدمين زي ما قال التحقيق، من خلال انه ينشئ اتفاقات خصوصيه مضلله للحصول على هذه المعلومات؟ خلينا اقول ان التحقيق لا يوجه اصابع الاتهام لمارك زوكربيرج بان هو كان ليه مصلحه فيما قامت به الشركة البريطانية كامبريدج أناليتيكا، وإنما الاتهام الموجه لي إن هو بما إن هو مسؤول عن العمليات اليومية لشركة فيسبوك، طبعا قبل شركة ميتا ما تنشأ، يعني شركة ميتا انشأت أخيرا، إنما كان وقتها هي شركة فيسبوك. فشركة فيسبوك أتاحت للتطبيقات اللي بتستخدم كلمة المرور وكلمة السر لفيسبوك انها تخش على هذه التطبيقات، ودي تطبيقات كثيرة وكلنا بنستعملها، يقول لك بدل ما تسجل بياناتك من اول وجديد خش عن طريق حسابك على الفيسبوك. فهذه التطبيقات استطاعت انها تحصل على بيانات شخصية من مستخدمي الفيسبوك وبطريقة غير مشروعة، واستخدمتها في القيام بعمليات فيها انتهاك لخصوصية المستخدمين، وكان منها الحادث الكبير بتاع شركة كامبريدج أناليتيكا. فالاتهام الموجه لمارك زوكربيرج هو أنه هو بتراخي شركة فيسبوك في حماية خصوصية المستخدمين أدت إلى هذا الاختراق الأمني للبيانات الشخصية الشخصية. طيب هل بتتوقع أنه ممكن يسفر ده عن يعني تبعات سياسية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، في إجراء الانتخابات بعد كده، في تحقيق في ما تم في الانتخابات السابقة، يعني اللي هي الآثار السياسية لهذه القضية؟ خليني أقول لك إن دي المرة الأولى في تاريخ شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى إن يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي للشركة وليس للشركة نفسها، ودي جايز هي الضجه جت من كده، ان هي اول مره يتم توجيه اتهام الى مارك زوكربيرج، واحد من المسيطرين على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت بشكل شبه كامل، لان هو بيمتلك اكبر منصات التواصل الاجتماعي. فدي الحقيقه دي هذه الخطوه الجريئه سوف تدعو شركات التكنولوجيا المعلومات الكبرى ان هي تحمي خصوصيه المستخدمين بطريقه اكثر دقه واكثر نزاهه، وتحميهم من تلاعب التطبيقات والاطراف الثالثه التي ممكن انها تستخدمها. طبعا بالتاكيد ان ده هيؤدي الى تحجيم عمليه التدخل في الانتخابات السياسيه سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، ودي بشكل رئيسي لأن القضية مرفوعة في واشنطن في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنما بالتأكيد إن هيأثر على الحد من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الانتخابات في العالم كله وعلى العمليات السياسية في العالم كله. تمام. طيب نروح لموضوع آخر أيضا كان من ضمن أخبار تكنولوجيا هذا الأسبوع، هو الميزة الجديدة اللي بتقدمها منصة سناب شات للرقابة الأبوية تحت اسم مركز عائلة أو فاميلي سنتر. هذه الميزة بتسمح للأهل معرفة من هم أصدقاء الابن عبر هذا التطبيق، بالإضافة إلى من كان يتراسل معهم خلال السبعة أيام السابقة. كمان بتمنح أهل القدرة على مساعدة أبنائهم في الإبلاغ عن الإساءة أو المضايقات إذا ما لزم الأمر. مهندس عمر، شايف قد إيه أهمية هذه الميزة اللي قدمتها سناب شات؟ خليني أقول لك إن سناب شات جايز من منصات التواصل الاجتماعي التي طورت أخيرا عملية الرقابة الأبوية، وإن سبقها فيها منصات تواصل اجتماعي كثيرة زي انستجرام وزي تيك توك وزي يوتيوب. إنما الحقيقة اللي عجبني جدا في هذه الخاصية اللي اسمها مركز العائلة أو فاميلي سنتر هي إنها لا تقوم على التجسس على المراهقين أو إن الآباء يتجسسوا على ما يقوم به أبنائهم على الإنترنت أو على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما هي تعتمد على التعاون ما بين الأهالي مع الأبناء المراهقين
لكي يكون استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي استخدام آمن، وفي نفس الوقت المحافظة على خصوصية الأبناء وعدم التدخل في حياتهم الاجتماعية على هذه المنصات. طيب الأسباب اللي دفعت سناب شات أنه يقدم هذه الميزة من وجهة نظرك، هل بسبب مثلا وجود اعتراضات، وجود ضغط على المنصة لتقديم هذه الميزة، أم مدير المنصة نفسها عايزين يختلفوا عن باقي المنصات ويجتذبوا يمكن مستخدمين أكتر؟ خليني أقول لك أن في أكتر من سبب. جايز السبب الرئيسي أن منصة سناب شات بالذات بتجتذب عدد كبير من المستخدمين صغار السن، وهم بيقولوا ان الشريحه العمريه من 13 سنه لحتى 34 سنه اللي هي فتره المراهقين والشباب، هذه الشريحه تمثل 75% من اجمالي عدد مستخدمين سناب شات، ولذلك هي بتسعى الى توفير الحمايه لمستخدمينها من صغار السن، وخاصه ان في اصغر من 13 سنه وانما بيدخلوا بطريقه جايز مش مشروعه قوي، ان هو بيسجلوا عمر اكبر من عمرهم، وانما في شرائح عمريه اقل من 13 سنه بتستخدم شبكه سناب شات. السبب الثاني هي انها عايزه تلحق بباقي المنصات الاخرى زي ما قلت لحضرتك شبكه تيك توك سبقتها، وانستجرام نزلت برضو حاجه اسمها مركز العائله برضو في مارس 2022، ويوتيوب نزلت حاجه بهذا التكنولوجيا ايضا في وقت قريب، فهي عايزه تلحق بالشبكات الاخرى. الجزء الثالث وهي ضغط المجتمع على على الشركات الكبرى للتواصل الاجتماعي لحمايه ابنائها المراهقين من عمليات التعرض ليهم بطريقه غير صحيحه من كبار السن اللي بيدعوا ان هم جايز مراهقين، وفي حمايه خصوصياتهم، وفي حمايه عمليات التحرش الالكتروني اللي بتتم بالمراهقين. فكل هذه الاسباب بتدفع منصات التواصل الاجتماعي للاهتمام اكثر بحمايه صغار السن والمراهقين على منصات التواصل الاجتماعي. تمام، بشكرك باشمهندس عمر سامي خبير التكنولوجيا وامن المعلومات. فاصل قصير وبعده فقرة جديدة في تكنونايل، خليكم معنا. هنروح لجامعة دلتا التكنولوجية اللي نظمت المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، ومنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية يومي 15 و16 من مايو الجاري بأحد فنادق القاهرة. بيهدف هذا المؤتمر إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة واهتمامها بالبحث العلمي، وتحفيز أيضا المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين والطلاب. معنا الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. الحقيقة مؤتمر مهم جدا وأهدافه هايلة بأنه بيربط مخرجات البحث العلمي بالواقع العملي، محتاجين فعلا يكون في حلقة وصل دايما ما بين الباحثين المتميزين اللي يقدروا يفيدوا المجتمع، وما بين احتياجات المجتمع الأساسية اللي في حاجة إلى مخرجات البحث العلمي أو لعقول مبتكرة من خريجي الجامعات. تعليق حضرتك على فكرة المؤتمر، إزاي جات لكم وإزاي اتنفذت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو فندم الجامعات التكنولوجية الجديدة دي جامعات أصدرت بالقانون 72 سنة 2019، يعني بقى لها 3 سنوات فقط. احنا حاليا دلوقتي 3 جامعات، وان شاء الله في شهر سبتمبر القادم هيكون في كمان 6 جامعات جداد، هيبقى الاجمالي كله 9 جامعات. الفكره اللي فكره المؤتمر هو يعني كل جامعه الحاله بتحاول تتواصل مع الجهه او المنطقه الصناعيه اللي جواها، يعني جامعه الدلتا عندنا احنا جنبنا المنطقه الصناعيه بقوسنا، في جامعه القاهره الجديده جنبها العاشر وبدر، في جامعه بني سويف جنبها منطقه بني سويف الصناعيه. كل جامعه بتحاول تتواصل مع المنطقه الصناعيه اللي جواها. فكانت هنا الفكره، طب ليه احنا ما نجمعش كل جامعات التكنولوجيا مع بعضها وكل رجال الصناعه مع بعضهم
احنا نقول، احنا بنقول درس للطلبه هل احنا عقلنا سليم ولا لا، ايه هي وجهه نظر رجال الصناعه، هل بالفعل احنا بالمنتج اللي احنا هنطلعه هم محتاجينه ولا لا، والعكس ايه هم عايزين ايه عشان احنا كمان نطور البرامج بتاعتنا. من هنا جت فكره عمل المؤتمر. المؤتمر عقد زي ما حضرتك اتفضلت وقلت يومي الاحد والاثنين 15 16 يناير تحت منظمه القاهره الكبرى، وحضروا كثير يعني لفيف كبير من رجال الاكاديميا والاكاديميين والمتخصصين والمهندسين وكثير من رجال الصناعه من هم رجال الدرجه الاولى في الصناعه بدون ذكر طبعا شركاتهم. حصل تواصل ما بين الطرفين، لقاءات واجتماعات وحلقات نقاشيه ومحاضرات كانوا فرق من عديد من رجال العلم ورجال الصناعه خارج مصر طبعا عشان الظروف برضو الاحترازات الموجوده، فكانت اون لاين، في ناس من كندا وفي ناس من امريكا وفي ناس من كازاخستان. كانت حوارات كلها مثمره. يعني هذا الهدف بتاعنا احنا كنا قاعدين احنا ربط رجال التعليم برجال التعليم بالتكنولوجي تحديدا برجال الصناعه. حتى ان في احدى جلسات طبعا صاحب هذا المؤتمر معرض تعليم تكنولوجي من شركات مصريه 100% وشركات وكلاء لشركات اجنبيه، كان معرض يعني حتى العارضين يعني انبسط جدا من المؤتمر ومن الناس اللي حاضرين، وقالوا احنا بالفعل احنا بنعرض في كتير قوي المؤتمرات بس هذا المؤتمر لان كان في ناس متخصصه دخلوا طلبوا منهم حاجات محدده هم بالفعل حاسين بتحدي ان هم يبرزوا التكنولوجيا بتاعتهم التعليميه. احد الداعمين للمؤتمر اثناء الحلقات النقاشيه قال انا هشغل اول خمس خريجين من جامعه الدلتا التكنولوجيه كل سنه. فده يعني ملتقى وظيفي يعني المنتدى ده برضه بحيث اخذنا برضه مخرجات هنا ده بعيد عن التوصيات اللي احنا قلناها. التوصيات بتاعت المؤتمر انا بتكلم فيه ولا دي فرصه حضرتك تسال؟ لا يعني حضرتك بتدينا تفاصيل كتير، لكن خلينا نتعرف على المؤتمر الاول نتائجه والفيدباك او يعني مدى استفاده الناس منه وردود الافعال عن هذا المؤتمر، خصوصا ان هو الاول يمكن اللي بتقيمه الجامعه. تمام، هو الاول بالفعل مؤتمر الاول وكنا اول ودولي، المؤتمر الدولي الاول للتعليم التكنولوجي زي ما قلت لحضرتك احنا عمرنا 3 سنوات، وبالتالي هذا المؤتمر انه هذا بهذه الصوره يعني كان مؤتمر ناقد بكل المقاييس وزاد معناه فيدباك من رجال الصناعه ومن الجامعات الاخرى. المؤتمر انتهى بعد من التصفيات، اهم هذه التصفيات هو ضروره وجود علاقات مشتركه على المستويين البحثي والتكنولوجي بين قطاع الصناعه والبرامج التكنولوجيه، وتعميق المجال البحثي في مجال التكنولوجيا خطوط الانتاج بالذات مع الانظمه تزامنت الرابط. المشاركه البحثيه بين البرامج التكنولوجيه المختلفه وخاصه برنامج الميكاترونكس والاطراف الصناعيه. تم عرض عدد من مشروعات الطلاب برضه ده لقى استحسان، وهنشجع مشروعات التخرج للطلاب والتواصل مع الجهات البحثيه في مصر الداعمه لهذه المشاريع. ده بعض من عدد كبير من التوصيات بس اهم توصيه انا حابب اذكرها. طيب هل في صعوبات واجهتكم يا دكتور خلال تنظيم هذا المؤتمر او تحديات يمكن ان انتم تحاولوا تتغلبوا عليها في المؤتمرات القادمه ان شاء الله؟ طبعا يا فندم هو مفيش حاجه طبعا بسهوله، المؤتمر ده قعدنا فتره طويله نجهز له يمكن من شهر نقول اخر يناير واحنا بنجهز هذا المؤتمر. طبعا كان في دعم كامل من وزاره التعليم العالي ومع الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ خالد عبد الغفار، لكن بعض المشاكل طبعا بتبقى في التواصل والدعم بس الحمد لله قدرنا احنا نتغلب عليها. الاسبوع ده على فكره جامعه الدلتا التكنولوجيه كان اسبوع حافز بعدد الاحداث، احدهم هو المؤتمر ده كان اساسي. كان في اول امبارح عندنا في الجامعه ملتقى الفكر الاول بين طلاب الجامعات الثلاثه جامعات التكنولوجيا وتبادل الافكار وهي المشاكل والمعوقات اللي بتواجه الجامعات التكنولوجيا، وتم حصر برضه هذه المشاكل ومحاوله ان احنا نوصل لطرق وتواصلنا مع الوزاره باذن الله اذا كانت في اي مشاكل نقدر نتغلب عليها.
كذلك صاحب الملتقى الفكري دورة صداقة بين الجامعات التكنولوجية الثلاث، فكان الأسبوع حفل حقيقي بالنسبة للجامعات التكنولوجية والأنشطة الثانية. تمام، بنتمنى شكرا لحضرتك دكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية. ومازال معكم في هذه الحلقة من تكنو نايل، دعونا نتابع هذا الفاصل المعلوماتي عن نصائح تساعد في عدم تتبع الهاتف المحمول لموقع الشخص الذي يحمله. أهلا بحضرتكم مرة تانية، وبنتكلم عن تطبيق ذكي مصري الحقيقة اسمه ريجو، تطبيق بينافس التطبيقات العالمية في مجال اللياقة البدنية واللياقة الصحية، ويمكن ناس كتير جدا مهتمة بهذا المجال، والتكنولوجيا الرقمية دخلت بقوة في هذا المجال. في ناس الحقيقة خلال فترة كورونا كانت بتعمل تمرينات في البيت من خلال هذه التطبيقات، كانت بتتبع برنامج معين، برنامج غذائي ورياضي معين وفقا للبيانات اللي بيحصل عليها هذا البرنامج عنهم للوصول إلى لياقة بدنية عالية ووزن مثالي. معنا دكتور أحمد جبالة مؤسس تطبيق ريجو، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الجميل في هذا التطبيق أنه هو مصري، يعني يمكن دايما التطبيقات دي بتبقى معظمها يعني أجنبية، لكن ده يمكن أول تطبيق مصري بيهتم بمجال اللياقة البدنية والصحية. كلمنا عن فكرته، جت إزاي قادرين أنتوا تدخلوا بقى بمنافسة للتطبيقات العالمية في هذا المجال؟ حقيقة التطبيق مصري فعلا 100%، وده شيء احنا بنفخر به. الفكرة عندنا من فترة، وعززتها طبعا الفترة بتاعت الكورونا، ان الناس حابة ان هي تمارس بشكل افضل، تعزيز المناعة والصحة، الوعي بدأ يرتفع. خليني اقول لحضرتك ان هي مش بس بتقدم برامج، ولكن هي أول وسيلة تواصل اجتماعي بكل ما تحمله الكلمة من تواصل اجتماعي في مجال اللياقة البدنية. مجال مخصص للدايت، مجال مخصص للتواصل مع المدربين، تتابع الأخبار اللي لها علاقة بالمنافسات والإيفنتات، إلى جانب الوصول للمنطقة الأقرب ليك مين بيقدم خدمة، وبيدير الموضوع ده مجموعة من المتخصصين علشان يتأكدوا أن المدربين والأماكن اللي بتقدم الخدمة لها كفاءة ولها رصيد يسمح بأداء بتأدية الخدمة للمستهلك. طيب الفريق المشارك في هذا التطبيق كلمنا عنه، ازاي بيقدم نصايح للمستخدمين، بتجيبوا متخصصين ازاي في موضوع اللياقة البدنية وموضوع النصائح الغذائية؟ في الحقيقة الموضوع بالنسبة لنا تخصصي وأكاديمي بشكل كبير، القائمين عليه مجموعة من الأكاديميين والدكاترة والأطباء في المجال. الموضوع مرتبط بشقين، الشق الأول هو جانب التوعية، وده في فريق كبير بيشتغل عليه مع تيم الديفلوبمنت، بيبدأ يحط نصائح ويبدأ يتابع كل مجموعة الهدف منها إن هي تعزز الممارسة، مش بس إن في مجموعة من التمرينات بتنزل لك ولا لأ،
الجزء المهم هو احنا عاملين حاجه مسمينها ميديكال فيتنس، هو اذا كنت بتعاني من اي اصابات او الام وخلافه، فبالتالي بالبرنامج بيحاول يوصلك بناس وبيساعدك ان انت تمارس رياضه امنه، لان احنا متبنيين فكره الرياضه الامنه مش بس ممارسه وخلاص. النقطه كمان هو طريقه اختيار مقدم الخدمه، ده بيكون عن طريق طلب جوه الابلكيشن جوه الاب، سواء كان اخصائي التغذيه او المدرب او حتى المؤهل او المعالج، بيقدم طلب بيرفع فيه كل خبراته، وبيتم فحص الطلب، وبالتالي بيتم بعد كده قبوله. القبول مش اي حد بيقدم خدمه احنا بنقبله، ولكن في معايير معينه، في كريتيريا معينه احنا ماشيين بيها بنختار بيها الناس. الهدف بالنسبه لنا هو ان الناس مش بس ان هي توصل لاهدافها، ولكن ان هي تمارس ممارسه امنه. طب ازاي بيشتغل التطبيق؟ التطبيق بالنسبه للمستخدم ليه طريقه، وبالنسبه لمقدم الخدمه ليه طريقه. بالنسبه للمستخدم، انت بتفعل بشكل سهل جدا باستخدام رقم الموبايل او الايميل، بتنشئ حساب زي ما بتنشئه على التواصل الاجتماعي، وبتبدا تدخل بتلاقي مجموعه كبيره جدا من البوستات والمقالات والفيديوز، وبناء عليه بتبدا تعمل فولو لبعض الناس المتخصصين. ولكن ده الجزء الاهم هو ان انت لازم تفعل الموقع بتاعك اللوكيشن، ويبدا يعمل لك ريكومنديشن للناس الاقرب ليك، يعني مثلا في الحي بتاعك موجود فيه كم مقدم خدمه، في كم جيم حواليك، الطريقه الاسهل. في كمان جزء مهم جدا وهو الاوفرز، ان هي تعتبر منصه لان هي تقدم العروض بالنسبه للخدمات دي، وتبقى كاستمايزد بالنسبه للهدف بتاعك. انا مثلا محتاج اخد كلاس يوجا، محتاج ان انا اعمل مديتيشن، حد تاني محتاج ان هو يلوز ويت بطريقه اخرى، عايز اجري اوت دور مثلا مع حد مختلف. فهي بتحاول تساعدك ان انت تكون في كوميونتي ليه نفس الاهداف بتاعتك، مش في زحمه السوشيال ميديا العاديه، وبالتالي انت بتحقق اهدافك بسهوله، بتتواصل مع ناس شبهك. الشق الثاني مرتبط باخصائيين التغذيه، والمصطلح الجديد المستخدم هو الويلنس كوتش، اللي هو بيقدم لك شكل من اشكال البرامج الرياضيه، وفي نفس الوقت بيديك نصائح غذائيه. التعامل عندنا مختلف شويه عن الابلكيشنات الاخرى، ان احنا بنتعامل مع شخص، مع هيومن، بيسالك في جوه حاجه زي الماسنجر، بتتكلموا مع بعض، بيبعت لك البرنامج بتاعك. وبناكد دايما على فكره الاقرب. ممكن انا مثلا اكون في الشغل محتاج ان انا اتمرن بعد الشغل، فبيدي لك داتا عن مين اقرب حد ليك، الناس قالت عنه ايه، الريفيو بتاعته كلها داتا صادقه، والفاليديشن بتاعها عالي، تقدر انت توصل لحد يحقق لك اهدافك. وبرده طيب، يعني هو دلوقتي الابلكيشن بيربط الشخص اللي عايز يتمرن او عايز يحصل على نصائح رياضيه او صحيه او غذائيه باقرب الناس اليه في منطقته، سواء مدربين، ناس موجوده في الجيم او صاله العاب او انديه او غيره. لكن هل التطبيق ممكن يقدم ده للشخص في منزله؟ يعني زي ما شفنا خلال فتره كورونا الناس كلها كانت بتلجا لهذه التطبيقات وهما من المنزل. بالفعل ده متاح، ده حاجه من الحاجات. لا، واضيف لحياتك كمان، انت تقدر تطلب حاجه اسمها هوم فيزيت، ان هو يجي لك البيت. يعني انت توصل لحد مثلا انت وثقت فيه، فبتبدا تطلبه ان هو مثلا يمرنك في الجاردن او في الجيم بتاعك وخلافه. وفي نفس الوقت احنا بننافس في النقطه بتاعت الاونلاين، ولكن الاونلاين بيكون عندنا انديفيديوال لوحدك او في جروبز، بحيث ان احنا نفعل ونعزز فكره التفاعل والجروب تريننج والجروب ثيرابي، وفي نفس الوقت تكون الكوست قليله شويه، لان الاونلاين المتعارف عليه ان هو غالي كمتابعه، ان هو كغالي، فاحنا بنحاول نقدم لك اختيار جيد ومناسب لوقتك ولشغلك، وفي نفس الوقت يكون مناسب للتكلفه الماليه. بنتمنى لكم التوفيق في هذا التطبيق والابتكارات الثانيه اللي ممكن تفيدوا بيها المجتمع في هذا المجال. بشكرك جدا دكتور احمد جبله، مؤسس تطبيق ريجو للياقه الصحيه والبدنيه. شكرا. مشاهدينا، انتهت حلقتنا من تكنو نايل، شكرا لحسن المتابعه، الى اللقاء.